نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، وطبعا تويتة الناس تفاعلت معاها بشكل كبير جدا جدا جدا، وهي تويتة نجمنا محمد صلاح ونجم نادي ليفربول الإنجليزي. والتويتة كانت فيها يعني شكل كبير من التشاؤم والإحباط، وهو كتب عن خيبة الأمل اللي هو حاسس بيها بسبب عدم تأهل ناديه لدوري أبطال أوروبا في الموسم اللي جاي، لأنه ما بقاش موجود ضمن الأندية اللي احتلت المراكز الأربعة في الدوري الإنجليزي. حقيقة صلاح كمان قال في التويتة بتاعته على حسابه في تويتر أنه محطم تماما، بنعرضها لحضراتكم أهو، وأنه مفيش أي عذر على الإطلاق لده، وأنه كان عندنا كل اللي احنا محتاجينه للوصول لدوري أبطال أوروبا العام المقبل ولكننا فشلنا. نحن ليفربول وتأهل البطولة ده الحد الأدنى بالنسبة لنا، خذلنا أنفسنا وخذلناكم. تغريدة صلاح طبعا قلبت الأوساط الكروية الإنجليزية والأوروبية امبارح، وخصوصا أنها جت في توقيت في أقاويل كتير عن مسألة رحيل قائد منتخب مصر عن صفوف ليفربول بعد فشلهم في التأهل لدوري الأبطال. خلينا نروح مع حضراتكم في قراءة لهذه التويتة والوضع نجمنا محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي. معنا دلوقتي الناقد الرياضي وسيم أحمد، مساء الخير عليك، وإزاي استقبلت تويتة محمد صلاح امبارح وخروجه وخروج نادي ليفربول من دوري أبطال أوروبا الموسم القادم؟ مساء الخير عليك يا أستاذة هدير وعلى كل مشاهديك في كل مكان. يعني طبعا كلنا شفنا تويتة محمد صلاح، والانطباع عنها طبعا هي صلاح دلوقتي بيمارس نوع من انواع دوره كقائد في الفريق. دلوقتي يمكن احنا عارفين بقالنا فتره انه ليفربول مش بيمر بافضل فتراته، كان متوقع من فتره طويله انه ليفربول يخرج من سباق التاهل لدوري ابطال اوروبا، ولكن في الاسابيع الاخيره حاول يورجن كلوب ورجاله ان هم يتداركوا الموقف ويعودوا مره ثانيه، لكن زي ما بقول في الاخر فشلوا. ومحمد صلاح زي ما بقول ان هو بيحاول ان هو طبعا يمارس دوره كواحد من قائدي الفريق، لانه طبعا دلوقتي يعني يعتبر واحد من اقدم دلوقتي اعمده ليفربول هو محمد صلاح، بعد طبعا رحيل ساديو ماني وفيرمينو كان في قبل كده طبعا ساديو ماني. دلوقتي خلاص اعلن ليفربول عن رحيل كمان اربعه من نجومه زي فيرمينيو زي نبي كايتا زي جيمس ميلنر، فبالتالي طبعا دلوقتي يعتبر صلاح واحد من الكباتن في الفريق، وبيعبر طبعا وبيعتذر للجمهور بصفته واحد من قائد الفريق ومن اكثر اللعيبه اللي بتحط عليهم الجماهير امال كبيره جدا في قياده الفريق نحو الوصول للتشامبيونز ليج. طيب شايف ازاي وضع محمد صلاح مع ليفربول، والحديث عن ناس كتير على مواقع التواصل الاجتماعي بتطالب صلاح انه يرحل عن ليفربول، وانه ده الوقت يعني المظبوط بالنسبه له انه يرحل عن ليفربول، وانه يبحث عن نادي اخر، وانه يعني بالنسبه للاخفاق اللي حاصل لليفربول في الدوري محمد صلاح ما يتحملش مسؤوليته. وحديث عن مشاركاته مع ليفربول، احنا بنتكلم عن 50 مباراه سجل فيها 30 هدف وصنع 15 هدف. محمد صلاح يعني برغم الموسم سيء لليفربول، لكن صلاح هو افضل لاعب في ليفربول هذا الموسم بالاحصائيات وبالارقام زي ما ذكرت يا استاذه هدير. المطالبات طبعا الناس بتطالب محمد صلاح بالرحيل بعد عدم التاهل للشامبيونز ليج، وده طبعا الناس بتحبه وبتعشق محمد صلاح، ما تحبش ان هي تشوف صلاح غايب عن الشامبيونز ليج. لكن لو تساليني انا اتوقع، ودي اول مره تقريبا من 2017، اتوقع استمرار محمد صلاح مع ليفربول، لانه كمان ليفربول هو اللي صنع نجوميه محمد صلاح. اعتقد انه صلاح صعب ان هو يسيبهم في الوقت اللي هم يعني محتاجينه فيه او وقت الدروب ما يحصل. ما اعتقدش ان صلاح هيفكر بالشكل ده ان هو يرحل عن صور فريق، خاصه ان شفنا كمان من حوالي شهرين تقريبا كان في تويته لوكيل اعمال او وكيل اعمال محمد صلاح اتكلم وقال على برضه فكره انه لو الفريق ما تاهلش للتشامبيونز ليج صلاح هيرحل، نفى الكلام ده تماما وقال ان احنا ما بنفكرش بالشكل ده. فاعتقد زي ما بقول صلاح هيكمل في ليفربول الموسم القادم برغم الغياب عن التشامبيونز ليج. ويمكن صلاح دايما بيتحدث عن مساله انه يعني ما يهموش الالقاب الشخصيه او الجوائز الشخصيه وانما اللي يهمه الفريق، لكن في وضع ليفربول ازاي صلاح ممكن يحدث الفارق مع يعني انت ذكرت عدد من اللعيبه كمان اللي رحلوا غير ساديو ماني وغيره، فوضع صلاح مع الفريق دلوقتي ممكن يكون عامل ازاي؟ يعني بتبقى في دلوقتي الوضع الحالي بقت في امال اكبر على محمد صلاح، خلينا نقول مسؤوليه اكبر على محمد صلاح في الفتره اللي جايه،
وانا اعتقد انه ليفربول حاليا في مرحله احلال وتجديد، في نجوم ظهرت هذا الموسم او تعاقدات جديده تعاقد معها ليفربول هذا الموسم، زي داروين نونيز اللي لسه ما دخلش في بوتقه الانسجام مع الفريق. اعتقد الموسم اللي جاي هيكون في انسجام اكبر بالنسبه له مع ديجو جوتا مع محمد صلاح، فاعتقد ان صلاح هيكون دوره اكتر كقيادي في الفريق في الموسم القادم، وهيكون برضه يظل ان شاء الله هو النجم الابرز في الفريق الموسم القادم، واتوقع ليفربول بشكل مغير تماما الموسم القادم بقياده محمد صلاح ان شاء الله. وكان هناك حديث ليورجن كلوب المدير الفني لليفربول عقب التويته بتاعت محمد صلاح، وانه مش متشائم بالشكل ده ومش شايف الصوره بالشكل ده، وانه عندنا فرصه ثانيه. ده حقيقي، ده حقيقي، وهو اتكلم فعلا بعد تويته محمد صلاح. ويورجن كلوب دايما معروف ان هو واحد من المدربين اللي دايما عندهم نوع من انواع بيعرف ازاي يتعامل مع الضغوطات، وبيعرف ازاي يتعامل مع اللعيبه، ودايما بيبقى عنده نوع من انواع النظره الايجابيه دايما. فده المعروف عن يورجن كلوب، ان هو دايما بيطوي الصفحه وبيرجع على طول يشتغل، راجل عملي جدا، وعشان كده ده كان تصريحه النهارده بعد تصريحات محمد صلاح، وقال ان الموسم القادم يعني طبعا اكيد هيكون افضل من ليفربول. انا بشكرك، حتى شكرا. اتكلم عن غياب الفريق عن الشامبيونز ليج، وقال انه ما عندناش مشكله ابدا ان احنا ما نلعبش يوم الثلاث والاربع في الشامبيونز ليج، هنلعب يوم الخميس عادي جدا وهتستمر الحياه. يعني ده كان تصريحات يورجن كلوب النهارده. انا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي وسيم احمد، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.